نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية. وأظهر التقرير نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30% كمخزون آمن لمدة 5 أشهر، وأيضا الأرز بنسبة اكتفاء 100% تغطي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر. وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.